السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلبة ثانوية إعدادي يا رب كلكم تكونوا بخير، النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض بارت 2 في ليسون 5 و6 من يونت 4 وده آخر جزء معانا في اليونت ديت من أجزاء الشرح، إن شاء الله الفيديو الجاي هيكون المراجعة على اليونت، مراجعة كده سريعة بسرعة على اليونت وبعد كده نحل امتحان اليونت، نبدأ كده مع بعض الحاجة اللي عندنا النهاردة أو الشرح بتاعنا النهاردة بسيط جدا بنعرف بس بيه صيغة الأمر. ازاي نستخدم صيغه الامر سواء في الاثبات او النفيس ازاي امر واحد او اطلب من واحد حاجه ان هو ينفذها او اقول له ما ينفذهاش انت بتقول لاخوك مثلا ايه افتح الباب او ما تعملش دوشه مثلا فازاي تقول بقى كده وكده طبعا بنبدا الجمله لو اثبات لو امر مثبت بمصدر الفعل مباشره مصدر الفعل مباشره يعني ايه زي مثلا هنا keep your password secret احفظ او اجعل الباسورد بتاعتك سرية كلوز ذا ويندو اقفل الازاز زي ما شايفين كده الفعل في المصدر سيت داون اجلس كلها ايه افعال في المصدر وبعد كده بنكمل الجملة يبقى ما بجيبش هنا الفاعل ولا الكلام ده لا ولا مثلا بجيب الفيرب اي جي لا لا كل ده مش معانا انا بجيب الفعل في المصدر طب يا مستر لو انا عايز اقول لواحد ما تعملش مثلا دوشه هقول له ايه dont make noise يعني الاول هقول dont وبعد كده هقول الفعل في المصدر واكمل الجمله dont play in the street ما تلعبش في الشارع اهو dont وبعد كده الفعل في المصدر dont go out ما تخرجش بره dont والفعل في المصدر تعالوا اما نحل عشان نثبت على الكلمتين الصغيرين اللي احنا قلناهم دول نقط make friends with people you don't know online يا ترى دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه طبعا انا عايز اقول له ما تعملش صداقات مع ناس انت ما تعرفهاش فاقول له dont make نقط for help from a parent or a teacher طبعا عايز هنا فعل في المصدر اللي هو ask dont بيجي وراها فعل في المصدر send to make a video call نقط on your tablet برضو هنا جملة او صيغة امر فاقول tab فعل في المصدر نقط tell people online your telephone number عايز اقول له ايه ما تقولش للناس رقم تليفونك يبقى don't don't نقط the road here it's dangerous برضو عايز فعل في المصدر اللي هو cross شايفين فكرة سهلة جدا يا اما بجيب فعل في المصدر في البداية يا اما بجيب فعل في المصدر بعد don't تمام وبرضو خلي بالي من سياق الجملة هل هي مثلا حاجة كويسة ولا حاجة وحشة تعالوا ما نكمل don't go out now فعايز اقول له ايه ها wait here يعني انتظر هنا نقط your laptop to make a poster use your laptop برضو هنا صيغة أمر نقط كوايت when your father is asleep يبقى برضو فعل في المصدر اللي هو كيب. don't برضو don't بيجي وراها الفعل في المصدر اللي هو eat بعد كده بيقول لنا keeps your password طبعا keeps هنا متصرفة فانا عايزها في المصدر يبقى كيب بس first putting some لا طبعا مفيش حاجة اسمها putting some water in a cattle. هنا هنقول ايه بوت بس من غير اي ان جي doesnt tell people اللي احنا بننفي don't مش doesnt didnt waste your time نفس الفكره دونت مش didnt don't drink هنا جايب drink لكن متصرفه في الماضي فهيبقى drink went to the ticket office طبعا هنا جايب go لكن متصرفه في الماضي يبقى go to the ticket office it's hot opening the window لا open ايه open the window اخر حاجه هنا بيقول لنا يمكن استخدام صيغه الامر المثبت او المنفي لاعطاء التعليمات زي ما انت من شويه كده بقول لحد ايه احفظ كلمه السر بتاعتك ما تعملش دوشه إيه ذاكر دروسك وهكذا فدي اعطاء تعليمات هنا بيقول لنا مثلا كيفيه اعطاء تعليمات بخطوات عمل الشاي بوت سم ووتر ان كاتل بويل ذا ووتر ويل شايفين كله دايما ايه فعل في المصدر فعل في المصدر هنا قاعد برضو فعل في المصدر ستير فعل في المصدر وهكذا هنا اخر حاجه بيقول لنا الجمل المرتبطه بالدرس زي مثلا instructions for using the internet تعليمات علشان تستخدم الانترنت وجايب لنا اربع جمل اهي عشان يساعدونا في البروجرام ندخل دلوقتي على الجنرال اكسرسايز ونبدا زي ما تعودنا بالديالوج هنا ما بين علا ومنى فعلا بتقول Do you have a mobile phone? هل معاكي تليفون؟ فقالت لها yes. طيب بعد كده في سؤال في سؤال أوله حاجة كلمة أو أداء إحنا مش عارفينها وبعد كده Do you charge your mobile with a يبقى هنا عندنا طالما هنا في يس yes. تمام؟ وهنا السؤال كان بدو فبجاوب بإيه؟ يس أي دو يس أي دو لأن ده سؤال بهل وإحنا سألين بدو فبجاوب yes, I do. يا إما يس أي دو يا إما نو أي don't بعد كده هنا عايزين أداة استفهام زي إيه؟ زي How do you charge your mobile? انت ازاي بتشحني الموبايل بتاعك؟ هتلاقي وز ايه؟ احنا بنشحن بيه؟ بالشاحن بي charger. Do you use it to نقط selfies؟ طبعا قلنا كلمه selfie بيجي معاها دايما فعل ايه؟ take. To take selfies. هيطلع yes I always take selfies with my friends. Nice. How can you send a text message? I نقط on this icon to send messages. فعل لسه واخدينه الحلقه دي اللي هو click او tap. كليك او تاب it seems easy yes of course بعد كده first عايزين هنا ايه صيغه الامر اللي هي put بعد كده نقط tell people online your لسه حلنا حالا دلوقتي اللي هي don't to send a text message first tab the a icon message icon لسه شايفينها برضو هنا اهي اهي the icon يعني to send messages بعد كده it's important to stay a إيه? to stay safe stay safe don't move now not for me please لسه حلنا برضو من شوية اللي هي wait password is a word or numbers you not to go into a website طبعا you use انت بتستخدمها computers are example of طبعا technology تكنولوجيا to make tea first ايه الفعل بتاعنا المناسب ها boil لازم ان انت ايه تغلي المياه كويس نقط on a machine means to start it يعني turn on turn on famous or known means ايه؟ means popular يعني حد مشهور او معروف. بعد كده عندنا الجزء الخاص بالقطعه زي ما تعودنا هنقرأ الاول الاسئله ونحدد احنا بندور على ايه. What should you do when you are in trouble؟ لما تكون في مشكله ايه المفروض انت تعمله؟ What is the main idea of the passage؟ القطعه ديت اللي قدامنا دي ايه الفكره الرئيسيه بتاعتها؟ Why do you think you have to follow these rules when you are online؟ تفتكر ليه لازم نتبع الخطوات دي لما نكون على الانترنت You should keep your نقط secret ايه الحاجة اللي المفروض نخليها سر ها طبعا الباسورد سهلة جدا it is underlined, The underlined pronoun it refers to it اللي هنا دي بتشير الى ايه يا ترى تليفون instructions call ولا تكنولوجي The underlined word parent means نقط معناها المام الانكل التيتشر المام سيستر طبعا هنا إما الام يا إما الاب يبقى هنا المام على يبقى جاوبنا اتنين اهو من مجرد قرايتنا بس للاسئله. ال... تعالوا بقى نبدا. I love technology, it's very useful for me. Technology helps us to do our work. We use it every day. احنا بنستخدمها كل يوم. ايه اللي احنا بنستخدمها؟ التكنولوجيا. لان هي دي الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم عليه. يبقى السؤال ده عرفنا برضو الاجابه بتاعته. We can send messages, do, uh, do search. and play games دي حاجات اللي احنا بنعملها بالتكنولوجيا. but to stay safe online you have to follow some important instructions في بعض الحاجات اللي انت لازم ان تتبعها عشان تبقى في امان وانت على النت first keep your, your password secret خلي كلمة السر بتاعتك سري محدش يعرفها you shouldn't tell people your, in, your personal information زي مثلا التليفون نمبر don't make friends with people you don't know online Don't send photos to people you don't know. كل الكلام ده احنا كنا قريناه برضو في ال reading وال listening اللي كان معانا في ال Don't answer a phone call or video call from someone you don't know. If you are worried about something, tell a parent or a teacher. يبقى لما اقع في مشكله ايه اللي انا المفروض اعمله؟ طبعا اخر سطر معانا اللي هو ايه؟ اللي هو ده if you are worried about something tell a parent or a teacher. I should tell a parent or a teacher. what is the main idea of the passage بتتكلم عن ايه زي مثلا how to stay safe online احنا شفنا بعض ال مثلا ال instructions اللي هي بتخلينا ان احنا نكون بامان على النت طيب ليه المفروض نتبع اصلا الحاجات دي to be safe as there are some bad people لازم نتبعها علشان نكون في امان لان برضو في بعض الاشخاص السيئين اللي بيستخدموا النت استخدام سيء قلنا بقى اجابات الاختيارات جاوبناها كلها باسورد وتكنولوجي ومام doesnt waste your time لا لسه واخدينها في الحلقه ديت اللي هي ايه dont waste your time turns your tablet on قلنا صيغه الامر بتبقى فعل في المصدر سواء في النفي بعد dont او في الاثبات لوحدها يبقى turn بس dont sense هنا جايه حرف الاس زياده ازاي عشان كده هنشيله بيبقى فعل في المصدر فقط First بوتس نفس الفكره برضو هنشيل الاس وتبقى بوت بس my favorite بليس او your favorite بليس هتكتب موضوع عنه وهتلاقيه موجود في نهايه الكتاب اتدرب عليه وشوف هيكون صح ولا لا بكده بنكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده وخلصنا ليسون 5 و6 كده ناقص لنا فيديو واحد في اليونت دي اتمنى تكونوا بتستفيدوا من القناه وان شاء الله هنكون معاكم برده خلال الترم الثاني من بدايه الترم باذن الله اشوفكم على خير الحلقه الجايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته